نستهل القسم الأخير من النشرة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة ألين. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. مرحبا. رجعت الأجواء المستقرة تسيطر على طقسنا بانتظار يرجع طقسنا يتحول إلى متقلب ابتداء من نهار الجمعة. أما اليوم فنهارنا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع جو بارد وين ما كان وبشكل خاص بالليل. اتجاه الرياح الجنوبي غربي الحرارة على الساحل بتتراوح بين 18 و 19 درجة، على الجبال بين 9 و 13، أما بالداخل فبتسجل الحرارة 12 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق الوديعة اللبنانية منشوف بها الجولة من الجو، ومننطلق من منجز مع 14 درجة طرابلس 18، 11 درجة بكور، حدث الجبة 9 درجات بيت شليلة 11، 10 بفقرة 14 درجة بالمياسة عرية 18، شويفات صيدا وصور 19 درجة، وطقس غائم إلى صافي بكافة المناطق 12 درجة بالخيم، 13 درجة بجب جنين، دير الأحمر 12 درجة، والختام بالأعمى 12 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم وثلاث أيام الجايين. يوم الثلاثاء بتسجل حرارة 19 درجة بالنهار وطقسنا غائم إلى صافي، طقسنا بيتحول إلى مشمس نهار الأربعاء مع 22 درجة، 25 درجة لنهار الخميس. ولكل محبي السكي هيدا الطقس كتير مناسب لكم، وبيتحول طقسنا إلى ممطر الجمعة مع 20 درجة. نختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بتابعوها أكيد بنشرتنا الجاية.